خطوة روسية تمثل تغييراً رئيسياً في منطقة أقل ما توصف به أنها منطقة اللعب بالنار بسبب القصف المتكرر حول محطة زابوريجيا النووية. رئيس شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية بيتر كوتن قال إنه تصله معلومات تفيد بأن القوات الروسية ربما تستعد لإخلاء المحطة التي استولت عليها في بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وربما يتم تسليم سلطتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيد أن كوتن لم يكن مقتنعاً تماماً بنية انسحاب الروس، حيث أشار إلى أن الحديث بشأن ترك القوات الروسية للمحطة النووية مبكر جداً. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أعلن تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووي حول محطة زابوريجيا بعد سلسلة الغارات التي استهدفتها. وفي المقابل أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بلاده تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية للامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول المحطة النووية. الانسحاب الروسي ربما يحمل رسالة طمأنة للمنطقة التي عانت من مخاوف وقوع كوارث نووية من أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تضم 6 مفاعلات نووية تغذي 20% من الكهرباء في أوكرانيا.